امراض القلب بجامعه اسكندريه وكوتشيرمان في كارديو اليكس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور كنا عايزين نعرف الجديد السنه دي في كارديو اليكس. اوكي، هو كارديو اليكس زي ما حضرتك عارفه بقاله 16 سنه بيتعمل في مكتبه اسكندريه، والعدد الاطباء المشاركين بيزيد. ابتدينا بحوالي 1000، دلوقتي وصلنا لحوالي 8000 طبيب مشارك، اطباء من جميع انحاء مصر، الدول العربيه، من افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا. احنا يعني بيشارك معانا اعظم خبرات في مجال امراض القلب وجراحه القلب. عايز اقول ان دايما في جديد في بالنسبه لامراض القلب، التشخيص والعلاج. التقدم اللي حصل في تشخيص وعلاج امراض القلب تقدم مذهل، بحيث ان انا مثلا لما كنت لسه خريج طب من 30 سنه ما كنتش احلم ان اللي بشوفه النهارده ده يحصل. يعني كمثال، علاج ضغط الدم، في ادويه جديده لعلاج ضغط الدم، في علاج جديد لقصور عضله القلب بيقلل الوفيات بنسبه 20% عن افضل علاج متاح الان، ادويه بتنزل الكوليسترول لمستويات ما كناش نحلم بيها قبل كده، في حاجات امراض الصمامات اللي كانت بتحتاج لتغيير الصمام عن طريق فتح الصدر وجراحه القلب المفتوح، دلوقتي بتتم عن طريق القسطره، ممكن العيان بعد يوم او يومين بيخرج. الاجهزه اللي هي ديفايسز تركب في جسم المريض تمنع الوفاه المفاجئه، والاجهزه اللي بتركب في صدر المريض بتقوي عضله القلب وتحسن من وظيفه عضله القلب، بحيث ان قللت من عمليه زرع القلب. كان في امراض اللي هو فشل عضله القلب بيضطر المريض انه يعمل زرع، الزرع القلب غير متوفر في مصر وحتى في العالم. الدونر هارتس او القلوب اللي هي بناخدها من المتوفين قليله جدا، فالمريض يقعد على قائمه الانتظار لغايه ما يموت من قبل ما يعمل عمليه. دلوقتي في علاجات اغنت عن زرع القلب، ادويه، في اجهزه بتقوي عضله القلب بحيث ان هي المريض بيستغني عن عمليه زرع القلب. كمان كهربة القلب، لعرضك ان في اجهزه تمنع الوفاه المفاجئه. احنا عارفين الوفاه المفاجئه دي من الاسباب الشائعه لمريض القلب، يبدو ان هو كويس لكن بيموت فجاه، بيحصل اضطراب في النبض والقلب يتوقف. في اجهزه دلوقتي لما القلب يقف بتدي شحنه كهربائيه يقوم القلب يبتدي يشتغل تاني. فده تقدم عظيم، وما عادش مرض القلب هو المرض المفزع المرعب زي ما كان زمان. دكتور كنا عايزين نتكلم اكتر عن اعراض هبوط القلب، المريض يعرف ازاي؟ ده سؤال مهم قوي. اعراض هبوط القلب احيانا بتبقى غامضه او نون سبيسيفيك، يعني لا تدل تماما على المريض ان هو مريض قلب. يعني مثلا المريض يقول انا بتعب بسرعه، او بنهج لما بطلع السلم، او ساعات بالليل نفسي بيتكتم، اقوم مخنوق بالليل، او رجلي ورمت. كلها اعراض ممكن تشابه امراض اخرى، او المريض بياخدها على انها ان انا كبرت في السن فطبيعي ان انا انهج، طبيعي ان انا ما اقدرش امشي، طبيعي ان انا بتعب بسرعه. لكن دي قد تكون اعراض مبكره لمرض القلب، وان هو لازم يستشير اخصائي عشان يفحصوا ويعملوا الفحوص اللازمه لتشخيص هبوط القلب او فشل عضله القلب، لان العلاج المبكر دايما بتبقى نتائجه احسن من العلاج اللي بيتاخر.